طبعاً إنجازات المنتخب الوطني السعودي، ثلاث مرات كأس آسيا، مرتين كأس الخليج، ومرة كأس العرب، وينكر بينقلها إلى شنايدر، شنايدر بيلعبها طويلة وأمامية إلى أقصى اليسار، عالية وعرضية وخطيرة، والهدف الثالث بنفس المكان بنفس الطريقة، ثلاثة أهداف، بلاش بيسجل الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 40. بالدقيقة 40 بلاك بيسجل الهدف الثالث. كرات عرضية وعالية وبالراس ملعوبة، ولكن على يسار المرمى إلى خارج إلى المرمى طبعا. الهدف الثالث وسط فرحة مولر المدرب الألماني. يعني قد نحتاج الى مثل الحالين، لاعب يجيد قطع الكرات العرضيه ويجيد الكرات الهوائيه في مثل ظل هذه الظروف، الكرات المرفوعه، وكان الحقيقه يعني عارفين بيلعبون كرات عرضيه بين متوسطي قلب الدفاع، وبيحصلوا على كل الكرات وبيسجلوا ثلاثه اهداف المانيه في مرمى منتخبنا الوطني. ناصر الجوهر بيوجه على الجناح الايسر الى خارج الملعب، رميه جانبي.